هنا في قاعدة فورت سيل العسكرية في ولاية أوكلاهوما، يوشك 65 جندياً أوكرانياً على الانتهاء من عملية التدريب على نظام باتريوت للدفاع الجوي. الجنود الأوكرانيون سيعودون في الأيام القليلة المقبلة إلى مكان ما في أوروبا، حيث سيخضعون لتدريب إضافي على مدى أسابيع قليلة قبل أن يعودوا إلى ساحة المعركة في أوكرانيا، ومعهم بطارية الباتريوت التي وعدت بها الولايات المتحدة كييف. عملية التدريب على باتريوت عادة تستغرق نحو عام، ولكن تم اختصارها بعشرة أسابيع فقط، وقد أتاح ذلك المهارة التي أظهرها الجنود الأوكرانيون وأيضا الخبرة التي يمتلكونها في طبعا تشغيل أنظمة الدفاع الجوي. برنامج التدريب تم تعديله ليتوافق مع طبيعة التهديدات التي تواجهها أوكرانيا من قبل الروس. أيضا الجنود الأوكرانيون تلقوا تدريبات نظرية وأخرى عملية على ليس فقط تشغيل هذه البطارية، وإنما أيضا صيانة هذه البطارية وهذا النظام، وهم سيكونوا قادرين على تدريب جنود إضافيين في أوكرانيا.